فكرت أنا كيف أنه نجيب حارة بعواد لأمريكا. فذهبت لعمان قبل سنتين في عيد الميلاد وتحدثت مع الفنان نبيل مشيني وحب الفكرة. حارة بعواد معروف عنها أنها تعالج قضايا اجتماعية بطريقة ساخرة كوميدية ناقدة. نحن نتناول القضايا الاجتماعية السلبية في مجتمعنا ونحاول أن نجعل من هذه السلبية كاريكاتير كي ينفر الناس من السلبيات. حارة أبو عواد هي حارة مصغرة، حارة أردنية، ولكن تمثل الحارة الكبرى هي العالم العربي. I'm originally from Lebanon and my name is Noura. And it's a pleasure to be here because it's the very first time for the past 18 years that we see an Arabic theater play. It is such a joyful activity that we were able to attend. كيف عزيز اللبس والقلب سهلي مرة تعاسوك اللحمة يا عزوتي مريت حتى اشتري رقلين واشبع يا هاني لقيت بطرف العين يا عزوتي لدت منهم على الصف الطابور خالي. مثلا انا بعالج قضيه الـ ارتفاع الاسعار في المسرحيه. خليني احكي لك مثال، يعني بقول مثلا شفت بمنامي لحم متعدد الاصناف، دجاج وخروف وعجل من اجود الاوصاف، وحمام مشوي على الفحم تاكل 8 حاف، وسمك تازه في البحر مثله ابد من شاف، وصحيت فجاه من الحلم واني بحط في الحاف. مثلا زي يعني انه كله حلم. فطبقات الفقيره هذه المسكينه طبعا بتحب هذا اللون، شايف؟ طبعا وبوزع الكلام والشعر على زملائي، يعني وخاصه الاستاذ موسى حجازين في معه العود باستمرار، وانا بكتب وهو بيحاول يلحن معي الكلام. كتبه وانكتبت علي اي لونه انك سهره لبهدلتك ده كل هالناس يا ولدي عليهم الحنوات. يعني ايش قصدك؟ طبعا انا مسروره جدا 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 اني جيت على الولايات المتحده وبدي اقدم المسرحيه لبنات بلدي وبنات العرب كلهم وستات العرب كلهم. و خيط الحنين اللي بينه وبينهم لازم ينوصل، فانا الحقيقه مسروره جدا. بتدافع عن بنات جنسها وعن حريتهم وعن الديمقراطية اللي بدنا نتحدث عنها كمان. مريت يا جماعة الخير والله مليت، خلص اللحم يا أخوك واللحم غالي. شو بدي أقول لك، اشتريت يا مرزوق ولا ما اشتريت؟ اشتريت بقول اشتري بعدين معك يا رجال بدك تفتح لي اياها ملحمه شعريه. We want to record something, just a minute, please. انطون كله موجود والله.